هؤلاء النسوة هن من طبقة البادي التي تعد أقلية في النيبال. بنيتا تنظف هذا الكوخ الذي تتشارك السكن فيه مع أسرتها الفقيرة، وهي تمازح أمها وأختها، فهي طفلة في النهار لكنها تتحول إلى بائعة هوى في الليل. هل هذا العمل هو لفتاة في الرابعة عشرة من عمرها؟ عليها أن تكون في المدرسة، ولكننا مكرهات لفعل ذلك. في السابق أطعمتهن والآن يطعمنني. العائلة تنتمي إلى طبقة البادي المنبوذة، ونساء هذه الطبقة يعملن تقليديا كبائعات هوى. والدة بنيتا وجدتها عملتا بهذه المهنة في صباهما، والآن على بنيتا وأختها القيام بذلك لإطعام العائلة. والدها توفي خلال الحرب الأهلية منذ عقد من الزمن، وبنيتا تجني القليل ما لا يزيد على دولارين لكل زبون، ولكن ذلك هو طريق الحياة الوحيد لعائلتها. هي طردت من المدرسة منذ سنة، ورغم ذلك تحلم بمستقبل مختلف. أنا أحلم دائما بأن أعود إلى المدرسة مجددا، وأحلم بأن أجني المال وبأن أحصل على وظيفة، إلا أن ذلك يبدو حلما مستحيلا. فالتمييز ضد نساء طبقة البادي منتشر في النيبال، ونظرا للصفة التي تلاحقهن فمن الصعب لهن إيجاد عمل آخر. على الناس أن يفهموا لما تقوم النساء بهذه الأعمال. هل كان لدينا بديل نقدمه لهن؟ إذا لا، فهل لدينا الحق بالقيام بالتمييز ضدهن؟ المحامون يدفعون لتسليط الضوء على محنة المرأة في هذه الطبقة وينجحون بذلك، ما يشكل عزاء لبنيتا وأختها اللتين لا تستطيعان العودة لطفولتيهما وتستمران باتباع خطوات والدتهما.